ايه، اهلا وسهلا فيك يا نور، كيفك؟ شو اخبارك؟ الحمد لله، احنا فيك. الحمد لله، تمام. احنا اليوم احسن ان شاء الله. الحمد لله، هاي يعني بشارة خير. واللي ما بيعرف نور من بنات الجالية العربية والفلسطينية في كندا، بنت اوتوا، فاحنا حابين نطمن عليها اول اشي وعلى صحتها ونسمع أخبارها الكويسة. وطبعا صار حكي كتير على موضوع نور والعرس تبع إربد، فحبينا نجيب من قلب طبعا الحدث. وصل لكندا. وصل وصل. طب احكي لي نور، أول إشي كيف صحتك الآن؟ مين عندك تيست بوزيتيف غير أنت وبابا؟ انا الحمد لله منيحة، صحتنا كلنا الحمد لله مستقرة. تست بوزيتيف لحد الآن. انا ووالدي وابني الصغير وسيم، اخواني الاثنين، وشتي خالتي، خالي مرته واولاده، كثير ناس من افراد العيله، مش راح اعدهم كلهم، بس للاسف في كثير ناس من افراد العيله بوزيتيف. الخبر الحلو انه الحمد لله كلياتنا وضعنا مستقر، واغلبنا ولا واحد عنده اعراض، بس انه they were tested positive. طيب إن شاء الله ألف خير وألف سلامة. أنت إمتى روحتي من كندا على عشان تحضري العرس؟ أنا نزلت على الأردن ب 24/2. والدي نزل من إسبانيا كمان عشان العرس بعديها بأسبوعين. أوكي، والأعراض بدت معك قبل العرس ولا بعد العرس؟ لا، الأعراض بلشت بعد العرس بيومين. اه يعني ما يعني كنتوا عارفين انه إحنا خلصنا العرس، خلصنا لا 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 لا، طبعا مستحيل. لو كنا شاكين 1% مستحيل كنا عملنا العرس، لأنه بصراحة يعني نحن اللي حنخسر أكثر من أي حدا تاني. يعني هلا اللي صار هو أكثر من شغلة، إنه نحن ما كان عندنا ولا أي أعراض ولا إشي، الحمد لله كنا كلياتنا مناح، كان كل شيء ماشي منيح. حتى هون بالأردن ما كان في أي قرار للعزل المنزلي أو منع التجمعات، ما كان في أبدا أي قرار. حتى لما وصلنا على المطار ما كان في فحص حرارة، ما كان في أي نوع من أنواع البريكوشنز. خلينا نحكي، كانت الأمور كلها الحمد لله تمام. اللي صار إنه يوم العرس الجو إجا كثير غريب، إجت عاصفة الغبار والرمل، وكان كثير برد. فنحن بعد ما طلعنا من العرس كنا، بتعرف الجو جو ورقص، كنا حسينا ببرد كثير. بعد يومين بلشت تطلع علينا اعراض مثل الانفلونزا، فنحن راح انه لفحة هواء. كنا كلياتنا بالعرس والجو دافي، وانا والجو كثير برد، كانت كثير شتا وقتها، فقلنا اكيد نحن لفحة هواء صابتنا او هيك. بس انا ضل في عندي الوسواس تاع الكورونا وما كورونا، ونحن اجينا، انا اجيت من كندا وبابا اجى من اسبانيا. واللي كان غريب بالموضوع انه انا ما كان عندي سيلان، مع انه انا بلبس امرض او ارشح اول اشي بصير عندي سيلان. فبلشت افكر اكثر عن الكورونا واقارن واشوف، وحسيت انه صرنا عايشين بحالة رعب، انه هل هاد كورونا ولا هل نحن ملفوحين؟ وكلياتنا طلعت علينا الاعراض مع بعض يعني، فانه ايش اللي صار. فقررنا انه نروح انا ووالدي اكثر اثنين، يعني تظاهر علينا الاعراض وكنا اكثر اثنين تعبانين يعني. ففعلا رحنا على الطوارئ بالليل وفحص، استغرق يعني وقت، خبرونا بنفس الليل، خبرونا ثاني يوم الصبح، خبرونا انه نحن بوزيتيف، تست بوزيتيف كورونا، وانه معنا كورونا. صراحة كانت صدمة يعني، ما بنكر انها كانت صدمة أكيد. بالاول يعني. بس انه سبحان الله هيك كان لازم نتعامل مع الوضع، كان لازم يعني نتعامل بسرعة مع الوضع، لانه نحن كنا مخالطين اقارب، كنا مخالطين ناس، وكان الحكم انه بيتنا هو بيت العرس، كان في عنا يعني أهل بيجوا لعنا، بيسهروا عنا، بيجوا بيباركوا لنا، فنحن
نتحرك ونخبر الجميع ونخبر الجهات المعنية كمان إنه لجميع المخالطين لنا لحتى الكل يعني قدر الإمكان يحد من انتشار الفيروس في حال كان إنه انتشر. العرس عرس أختك أنا فهمت صحيح؟ عرس أختي والعروس الحمد لله الحمد لله شو بس تستد نيجاتيف بس العريس was test positive. سمعنا برضو من النيوز عنه يعني. طيب شو الـ الان شو المسج اللي بدك تحكيه للناس اللي بتسمع؟ انا عارف انك لن يكون عمدا ولم تروحي عشان تنقلي العدوى لاحد يعني هذا اكيد، فحابه ان تنقلي مسج للناس خاصه اللي بتناقلوا اسماء اشخاص او يعني اكنه ببعثوا تهم لناس يعني ما حد راح عشان يهدي حدا اكيد. طبعا هلا هو المسج اللي انا حابه اوصله اول شيء انه نحن اكيد ما كان يعني ما كنا عارفين او ما كنا قصدين انه نحن بدنا نعدي حدا او بدنا ننقل العدوى لحدا ابدا، مش هذا اللي صار. طبعا هذا وباء مش مرض عادي، فما في اي حدا بالعالم بيكون بده ينشره يعني. بالعكس انا اول ما عرفت بالخبر حاولت باي طريقه انه اخبر عدد اكبر عدد ممكن عشان احد من انتشار هذا الوباء. بحب اخبر الناس انه يا ريت لو كان في اجراءات احترازيه اكثر، يا ريت لو كنا بنعرف وكان واضح علينا. للاسف فتره الحضانه مرض كبير نوعا ما، فكثير صعب الواحد يكتشف انه عنده المرض. وحتى مثل ما ذكرت قبل شوي انه اغلب افراد عائلتي المصابين لحد الان ما تظهر عليهم اي اعراض من اعراض المرض، ولكن هم بوزيتيف. فعشان هيك بحب احكي للناس انه يا ريت الناس تبطل تنشر اتهامات، لانه اول ناس بنضرهم هم اهلي يعني امي ابوي ابني. فاكيد انا ما كان قصدي، اكيد يعني ما كان قصدي انه انشر، وانا ما كنت بعرف رحت شاركت بعرس يعني. نحن مش لهالدرجه، نحن كلياتنا الحمد لله واعيين ومثقفين ومتعلمين. اكيد ما كنا بهالسذاجه انه نكون عارفين انه نحن او حتى شاكين انه نحن معنا مرض ونروح نقيم حفل زفاف. حابه انشر شغله ثانيه انه يا ريت لو الكل يتساعد مع بعض بدل ما نضلنا بلشانين مين السبب، نحاول نتساعد مع بعض ونوقف انتشار المرض بغض النظر مين كان السبب. ممكن السبب يكون اي حدا، هذا وباء ممكن اي حدا ينقله، فنحن نكون مصدر لوقف انتشار المرض بدل ما نكون مصدر لنقل الاشاعات ونقل الحكي. فيا ريت لو كلياتنا نوقف ايد بايد، كل واحد يحجر حاله بالبيت، يوعي اطفاله ويوعي الناس اللي عنده عن طريقه الحجر الصحيحه. الحجر مش بس انه نقعد نحن كعائله بالبيت، ننتبه كل واحد يكون عنده منشفته الخاصه، كل واحد يكون عنده احرامه الخاص، ما نتشارك نفس التخت، نحاول ما نتشارك نفس المعلقه نفس الكاسه نفس يعني. بدنا نكون كثير حذرين بهاي الامور لحتى نحد من انتشار المرض باكبر طريقه ممكنه. اي حدا حس عنده اعراض ما يخاف يروح يفحص، هي مش وصمة تعار ولا عيب يعني، هو مرض ممكن يصيب أي حدا. الفحص السريع والمبكر هو أحسن حل للشفاء من هذا المرض ووقف انتشاره. خبريني عن ابنك كيف صحته هلأ؟ الحمد لله بصراحة لا يعني I was panic لما عرفت إنه هو positive. شعور طبيعي كأي أم إني أخاف يعني. كل طمن الحمد لله، وقرأت كثير عن الموضوع انها تكون بسيطة على الاطفال. الحمد لله انها ان شاء الله بتكون بسيطة عليه. السمبتومز عندهم مثل الفلو العادية، اخف شوي حتى، وان شاء الله يا رب انه بيتحسن اسرع مني. ان شاء الله يا رب ان شاء الله ان شاء الله تشوفي سالم غانم. انت الان في الحجر الصحي في مستشفى ولا في البيت؟ لا نحن حاليا في الحجر الصحي في مستشفى الملك المؤسس في مدينة اربد. لما تشخصنا بكورونا طبعا كان ممنوع انه نطلع، فنحن فعليا كنا بس راح نعمل تيست، من وقتها ما غادرنا المستشفى يعني. الوالد كيف صحته؟ ان شاء الله احسن الحمد لله. الوالد النفس شوي كان عنده اصعب، بس الحمد لله الوضع هلا منيح. حاليا هون عم بجربوا علينا دواء جديد لقوا فيه
يعني له فعالية كبيرة في الشفاء من المرض، فنحن في فترة تجربة الدواء إن شاء الله يا رب إنه نتحسن عليه وإنه تكون في نتائج منيحة قريبا إن شاء الله يا رب. كيف الطاقم الطبي عندكم؟ الرعاية إن شاء الله تكون كويسة. والله الرعاية الطبية ممتازة، سبحان الله. يعني مرات بحكي إنه بجوز نحن اكتشفنا مرضنا هون بالأردن لهدف معين. الرعاية الطبية هون من أروع الرعايات الطبية بالعالم يعني سبقا. الاهتمام كتير كبير، الممرضين والأطباء يعني على مدار 24 ساعة معنا، بياخذوا لنا قياسات، تحاليل، كل شيء، يعني كل شيء ممتاز. مهتمين كتير بعملية الحجر، كل واحد فينا محجور بغرفة، يعني حتى أنا وأهلي موجودين مع بعض، بس كل واحد بغرفة، ممنوع نشوف بعض، ممنوع نطلع عند بعض، احتياط لأنه ما بدنا حدا يأثر. فمهتمين كتير بالموضوع هذا، ونحن حاسين وشعرين بالتحسن، طبعا شاكرين لجهودهم. زوجك ما في إشي إن شاء الله؟ حبيبنا أخونا جوزي عندكم تعرفته؟ عندكم؟ هو الحمد لله نفد يعني. يلا الحمد لله على سلامته إن شاء الله. أنا برجع برجع بحكي معاه، الحمد لله على سلامتك وديري بالك، ونتمنى لك كل التوفيق، وإن شاء الله أهلنا في الأردن كلهم يكونوا سالمين غانمين إن شاء الله يا رب. وإنتوا كمان من هون بحب أحكيكم ديروا بالكم حالكم كثير، المرض بكندا عم بينتشر. يا ريت لو كمان، شكرا طبعا حضرتك عم تنشر وعي كثير بين الناس، يا ريت لو الناس تتوعى، المرض بينتشر بسرعة كتير، يعني ما حدا ممكن يتخيل قد ايش سريع. خيرك لو كل واحد ينتبه من البيت ويحد من انتشار المرض عشان كلنا نكون بخير بأسرع وقت إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله نشوفك بس ترجعي سالمة غانمة يا رب. إن شاء الله يا رب إن شاء الله. سلامات سلامات.